هنبدأ الأول بإتيكيت مقابلة العريس. العريس يعمل إيه، أو المفروض الإتيكيت بيقول إن العريس يعمل إيه وهو رايح للزيارة. أولا قبل ما يروح المفروض إن هو بيتوجه للأب أو الأم، لو بيعملوا يروح لهم مكان العمل بتاعهم، يبدأ إن هو يتكلم وياخد إذن بالحضور. تمام، بيروح لوحده في الأول. يعني دي لازم ولا يفضل؟ يفضل ان هو يفضل، ان هو ما لأن يروحش، ساعات ظروف اه ان هو شغل الأب او والأم ما ممكن تسمحش. بتبقى مكالمة تليفونية، او ان هو بياخد بيها ميعاد. المهم ان هو يحدد ميعاد قبل ما ياخد عيلته كلها ويروح. تمام. ضروري جدا ان ياخد ميعاد لا، الاول، أنت قصدك يعني يبقى في مقابلة للفرد في مقابلة العريس فردية الاول لوحده، مع الاب مش أول مع مرة الاب. يروح واخد لا العيلة لا، ما ورايح ينفعش، كده. لا ما ينفعش، أوكي. ما يصحش ان هو يعمل كده. آه، تاني مرة، تاني مقابلة اللي بيروح فيها ضروري جدا ان هو بياخد هدية معاه. آه، ويفضل ان هي تكون شوكليت، يعني يفضل ان الهدية تكون علبة لا شوكليت، يعني اصل هقول لحضرتك على حاجه، ورد احنا في مثلا. ناس بتشوفنا من اماكن كتير، فممكن بعض القرى او بعض المحافظات يعني بيبقى في هدايا مناسبه ليها اكتر، يعني لو